ساوي، كيف بتعمل هالعملة؟ هلا هيك بتصغرنا قدام الزلمة؟ شو أعمل يعني؟ ما رح أقبل أخسر دويغو كرمال أي حدا. مو معقول. لما تتراجع قدام عدوك يعني أنت ميت، أنت هيك سلمته روحك. طيب ماشي، نحكي بعدين. أنت سبقني وأنا بلحقك. روح. اسمعني شوي. أهلا وسهلا. خليني أعرفك، سيف دا رفيقتي ومثل أختي، والمدام أوزلام زوجة الشيخ علي السابقة. تشرفنا. قلت لها بلا ما تضل ناطرة تحت. سيفتها. تشرفنا. تفضلي عادي، خدي راحتك. رح أعمل قهوة. سامحيني، رح أعزبك معي. ما في عذاب، أهلا وسهلا. بعدين ضيوف الشيخ علي هنا ضيوفنا، مو هيك سيفدا؟ طبعا. أهلا وسهلا. وإنتي عادي لبين ما ساوي القهوة. انتي كنتي عم تشوفي علي؟ ما فهمت؟ يعني كأنه ما كنتوا عم تلتقوا. بصراحة مستغربة شو يلي رجعك على حياته بعد كل هالسنين. صاير شي لحتى رجعتي؟ عفوا، بس مين حضرتك؟ يعني من وين بتعرفي اني كنت غايبة وما عم شوفه؟ علي اللي خبرني. بشو خبرك؟ يعني شو طبيعة علاقتكم وشو يلي بتعرفي بالضبط؟ لأنه بصراحة أنا يلي استغربت. مثل ما منعرف كلنا، كل الحارة بتعرف إنه هو وحيد. بعدين الشيخ علي ما بيحكي عن حياته كتير. ايه صح، ما بيحب يحكي عن حياته. شكله ما عنده علم برجعتك. قصدي ما انك مخبرتي انك جاي، معناتها على الاغلب ما في شي مهم كتير. بلا، في، أنا جايته بشي مهم كتير. إن شاء الله ما يكون خبر بدايق. ما منتمنى إنه يزعل أبدا. لما أقدر أوصل لعلي رح خبره أكيد، لا تاكلي هم.